عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية الإفريقية جلستها الافتتاحية للجمع العام العادي 12 بمدينة طنجة، وذلك بشراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وبحضور ممثلين عن 15 دولة إفريقية. لماذا هذا الاجتماع في طنجة؟ لأن أحد أعضائنا الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والتي يرأسها عمدة طنجة رحب بعقد هذا الاجتماع في هذه المدينة. كما تعرفون مركز المنظمة يتواجد بالرباط، لذا بدا لنا من الطبيعي أن يعقد هذا الجمع هنا بمدينة طنجة، لأن طنجة مهمة بالنسبة لنا. طنجة، لأن طنجة ذاكرة وهي كذلك بوابة إفريقيا على البحر الأبيض المتوسط، وخاصة هي مدينة المستقبل. لماذا المغرب؟ لأن العاهل المغربي لديه رؤية استراتيجية وهو سند حقيقي للتطور المحلي والإفريقي. المناسبة ستسمح بتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وتجديد التزام المغرب بالقضايا الإفريقية الهامة على جميع المستويات.